ونرجع بقى لشهر مارس، شهر المرأة بكل يعني بكل الأشكال. يعني عيد الأم احنا بكرة وإن شاء الله كل سنة كل أم مصرية بالتأكيد طيبة، يعني بنعيش أيام كلها المرأة فيها كده منورة، وداخلين على شهر رمضان كمان فالمرأة بتشيل فيه كتير جدا جدا، فلازم من دلوقتي تجيبوا هدية كويسة عشان الأم في شهر رمضان بتشيل كتير جدا. يعني خلينا طبعا هنكون او بنحرص دايما خلال شهر مارس ان احنا نعرض لحضراتكم كل النماذج المضيئه لعظيمات مصر المكافحات والمميزات الى حد بعيد جدا في كل المجالات. الحقيقه النهارده هيكون معانا حكايه الست منى. الست منى دي عندها اصابه يعني اعاقه حركيه، ربنا يعني اختبرها هذا الاختبار، لكن ما اثرتش باي شكل من الأشكال في رعاية أسرتها أو ولادها وأبنائها. بالعكس، زي كل أم مصرية بتقوم بالواجب وزيادة، بنقولها بالتأكيد كل سنة وانت طيبة. خلينا نتعرف على حكاية الست منى اللي رصدها لينا زميلنا عمرو كمال، وبعد كده نخرج لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. حكاية الأمهات اللي تعبوا وشقيوا وشافوا حاجات كتير عشان أولادهم ملهاش نهاية، منهم قصتنا مع أم جدعة وطيبة اتحدت إعاقتها من أجل عيون أولادها وعشان تشوفهم أحسن ناس في الدنيا. هو أنا لما ربنا أكرمني وتقدم لي راجل كويس ومحترم وبيحبني، كانت أول يعني مشكلة إني الرفض بسبب الإعاقة. فلما ربنا أكرمنا واتجوزنا فكانوا متخيلين إن إحنا ممكن عارضين قصص الحياه، فبسمه كتبت القصه وراحت بعتها، فاتفاجئت بيها بالتليفون بيجيني وبيقول لي انت اتكرمتي في عيد الام ازاي؟ قالوا لي بنتك كتبت القصه بتاعتي. انا طبعا كنت سعيده جدا جدا بالتكريم ده. عايزه اقول لهم ربنا يخليكم ليا ويخلي لكم باباكم ويبقوا دايما منورين حياتي كده ويبقى حواليا، وربنا يجعلهم بارين بيا دنيا واخره ويجعلهم حاليين زي ما هم حنينين عليا. هي الحياه تعبت كتير كتير قوي، وخصوصا مع الاولاد. ما كانتش موضوع مقصور عليا انا بس وعلى بيتي، لا، عن والدتها وعلى اخواتها. لو قابلته اي مشكله كانت بتجري. بعد ما جبت سيف وصوفي لقيت ماما، قلت ازاي بظروفها هي شالتنا. يعني سيف وصوفي تعبيني جدا، فهي بقى ازاي بظروفها اتحملتني وشالت باسم وربتنا. اقول لها ربنا يخليكي لينا وتفضلي دايما معانا وفي ظهرنا، وان احنا طبعا مهما عملنا ومهما قلنا عمرنا ما هنوفيها ولو جزء بسيط من اللي هي عملته معانا.